انا عايز اقول ان احنا عملنا كل الجهد اللي المفروض نعمله واشتغلنا باسلوب واقعي واحنا عارفين طبعا الكاميرا ايه ده عارفين طبعا الواجهة رئيس عبد الفتاح السيسي وله ارضيته وله شعبيته وده طبعا ما حدش هيقلل من هذا المقدار لكن احنا طبعا هدفنا في هذه الانتخابات ان احنا نحقق طبعا اعلى نسبه وانا اتمنى تبقى 51% لان ما جاتش 51% يبقى عندنا على الاقل اصوات مقبوله وتدينا فرصه للاستكمال وتكمله المشوار بتاعنا. السؤال بعد اذنك انا داخل عشان اكسب لكن ما اعرفش بقى النتيجه تبقى ازاي وما ما دي حركه الجالو كنتوا في حاله فوزك يا فندم زي ما عايزه بتاع شيء مش هشتغل اديله دور هو يعني شخصيه على مستوى عالمي وراجل قام بدوره في مصر وانقذ مصر حاجات كتيره جدا وانا داخل هذا في منافسه حقيقيه لمستويات اقتصاديه وتنمويه لكن هل عليك الادوار مثلا؟ لا طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي الاول حصل ان انا بقيت يا باشا بتاع الفوتو الدور اللي هو هيشوفه مناسب ومساعد بيه هذا الشعب هنتمنى نروح له ونطلب منه كل حاجه. الملك يا مصر الجمهوريه تحيا مصر تحيا مصر.